السيفتي مونيتورنج حاجه مهمه جدا في اي جهاز طبي، وفي جهاز الهيموداليسيس بالذات، علشان بيتعامل مع مريض في حاله خطيره جدا. الحقيقه ان هو دم بيبقى ماشي في اكسترا كوربوريال سيركت، يعني في دوره دمويه خارج الجسم، وفي نفس الوقت الحاله الصحيه للمريض، الجنرال كونديشن بتاع المريض اللي عنده فشل كلوي، الحقيقه بيبقى فعلا حاله سيئه جدا. فلازم يبقى فيه فيري كلوز مونيتورنج لكل البارامترز بتاعت الجهاز عشان اتاكد ان هو شغال بشكل سليم. الحقيقه في عندنا مجموعه من المونيتورز في الناحيه بتاعت البلاد سيركت والناحيه بتاعت الدايليزيت سيركت. فعندنا في ناحيه البلاد سيركت عندنا في بريشر مونيتور، ده بيديتكت يعني مشاكل زي مثلا البلاد لاين سيباريشن او اوكلوجن، يعني البلاد لاين اللي ماشي فيه الدم حصل ان هو انفصل، او حصل ان فيه بقى فيه اي كراك او اي حاجه بحيث ان هي تخرج الدم او تسرب الدم، او حصل اوكلوجن، يعني معنى كده حصل انسداد بشكل ما، سواء كان كواجوليشن للدم، سواء كان اي حاجه اخرى، والحالتين الحقيقه في منتهى الخطوره. طبعا لو احنا يعني عملنا البريشر مونيتور ده وتابعناه بيبروتكت اجينست البلاد لوس. طبعا في حاله لما يكون في سيباريشن واضح ان البلاد هيفقد، انما لو حتى في اوكلوجن، لو حتى في انسداد، هيحصل ان في الاخر الاوكلوجن ده هيعمل انف بريشر داخل البلاد لاين عشان يحصل في الاخر سيباريشن ده، ففي الاخر هيفقد دم برضه. فاحنا هنا بنبروتكت اجينست البلاد لوس. في عندنا سنسور تاني، في عندنا نوع تاني من انواع المونيتورنج، هو الاير بابل او الفوم مونيتورنج. ده طبعا احنا بنتكلم على الدم اللي راجع للمريض، بنتاكد ان هو ما فيهوش اي اير بابلز خالص. فطبعا احنا بنتكلم على الاير بابلز هتبقى جايه سواء من الهواء اللي داخل الدم نفسه ابتدى يطلع، يبقى يتجمع مع بعضه ويعمل فقاعه هواء، او حصل سيباريشن في البامب لاين نفسه، يعني حصل سيباريشن في البلاد لاين بحيث ان يدخل هواء من خارج البلاد لاين خالص. فطبعا احنا بنبروتكت اجينست اير امبولس. اير امبولس احنا بنتكلم على ان يحصل لو في عندنا حد تم حقنه في الدم في احد الاورده بفقاعه هواء، الحياه بتبقى في غايه الخطوره وممكن تودي بحياته. فطبعا احنا بالنسبه لنا الكونديشن ده في غايه الخطوره، وبنديتكته بمنتهى البساطه بالمونيتور دوت. بالنسبه للدايليزيت سيركت عندنا طبعا زي ما احنا كنا قلنا، في عندنا تمبرتشر مونيتور بيديتكت علشان نتاكد ان ما يحصلش هيموليسيس لو درجه حراره اعلى من 42 درجه، وبنتكش ما يحصلش انرجي لوس للبيشنت لو درجه حراره اقل من 35 درجه. هنا يعمل لي هيموليسيس، يعني يعمل لي انيميا، هنا يعمل لي يعني حاجه زي هايبوثيرميا، يعني ممكن ان هي تخلي درجه حراره المريض تبقى اقل من، يعني درجه حراره المريض الداخليه تبقى اقل من 37 درجه، وده بيسبب مشاكل صحيه للمريض. الكوندكتيفيتي طبعا بتبقى مهمه جدا عشان اتاكد ان الكونسنتريشن بتاع الدياليزيت مظبوط. لو حصل ان هو بقى هايبو وهايبر اوزمولر زي ما احنا كنا بنتكلم بالنسبه للكونسنتريشن بتاعه، معنى كده بيبقى يعني بيحصل زي ما احنا كنا بنقول دايما بيبقى فيه مشاكل عويصه جدا بتحصل بالنسبه للمريض. والحقيقه لو حصل ان المريض تم حقنه بكميه كبيره مثلا من الاملاح، ممكن اكشوال المريض ده ما نقدرش ان احنا ننقذه، ما نقدرش ان احنا نسعفه، اكشوال ممكن يتوفى من غير ما يبقى فيه طريقه ان احنا نقدر ان احنا نسعفه، نتيجه ان في بعض الاحيان مثلا زي البوتاسيوم مثلا، لو احنا حقنا كميه زياده من البوتاسيوم بيبقى المريض ده ممكن عضله القلب نفسها تتوقف، ويبقى صعب جدا ان هي تبقى ري اكتيفيتد تاني، نتيجه ان احنا بنعمل حاجه زي جامن كده للعضله نفسها. يعني احنا مش بنتكلم بقى ان احنا عندنا الكتريكال بروبلم مثلا زي الحاجات اللي بتبقى ممكن انقاذها بالديفيبريليتور، لا احنا بنعمل حاجه ميكانيكال جوه في العضله نفسها، بنخلي العضله نفسها الميكانيزم نفسه اللي بيشتغل داخل العضله عشان يعمل الحركه، احنا دلوقتي عملنا فيه مشكله، عملنا جامنج للميكانيزم ده، فبيبقى في غايه الخطوره ان يحصل ان الكونسنتريشن يبقى خارج الرينج المسموح به. فطبعا بنتكلم برضو لو هو كان اقل حتى بيبقى في عندنا مشكله، وفي الحالتين ممكن في لو هو اعلى زياده حتى شويه صغيرين حتى ممكن يعمل لنا هيموليسيس برضو، يعني ممكن يكسر لنا كرات الدم الحمراء برضو. كونديشن الاخير هو ان احنا بنديتكت الهيموجلوبين، او اللي هو بنديتكت بلاد لوس، بنديتكت بلاد داخل الهيموداليزيت نفسه، الداليزيت اللي خارج من الدايلايزر اللي هو كان ان كونتاكت مع الدم، بنتاكد ان مفيش فيه اي دم. والدم اكشوري احنا بنديتكت الدم من لونه، اللون الاحمر بتاع الدم، والدم اللون الاحمر اللي فيه ده جاي من الهيموجلوبين، لان الار بي سيز اكشوال ريد بلاد سيلز هي الحاجه الميجر كونستيتيوانت بتاع الدم، وهو ده اللي بيميز لون الدم، هو ده اللي بيخلي النتيجه للون الاحمر بتاع الهيموجلوبين اللي داخل الريد بلاد سيلز، هو ده اللي بيخلي الدم لونه احمر. فبالتالي احنا لو حصل عندنا دايلايزر ممبرين رابشر، لو حصل عندنا اي قطع
اي يعني ليك حتى في الدايلايزر، هيحصل منه ليكج من الدم من البلاد سيركت للدايلايزيت سيركت، وبالتالي بنديتكتد في البلاد بنديتكتد في الدايلايزيت سيركت باستعمال المونيتور دوت علشان نمنع اي بلاد لوس ان هو يحصل.